عايز اقول ان انا شفت قلوب رحيمه هنا في المكان، قد ايه المكان رائع، المكان يجنن، وكل الناس حريصه انها ترسم ابتسامه على وجوه كل، مش عايز اقول مرضى، كل واحد يعني ربنا اختصه بحاجه معينه بامتحان، فبنحاول نرسم بسمه صغيره على كل حد محتاج البسمه دي. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يقدرنا ويقدر مستشفى بهيه انها تقوم بالواجب بتاعها، العبء الكبير قوي اللي هي يعني تستمر فيه وتكمل، وكل القلوب الرحيمه اللي تقدر تساعد وتساند وترسم بسمه وتحاول انها تعالج اي حد محتاج. ربنا يقدرنا جميعا، ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا. كل سنه وانتم طيبين، سنه 2022 تبقى خير وبركه يا رب، وشفاء وسعاده، وتبقى يعني عوض عن 2020 و2021 اللي كان فيها مشاكل وكان فيها كتير قوي يعني توتر من كوفيد 19. وان شاء الله يا رب تبقى كده السنه دي، تبقى يعني وشها حلو على الكل، والكل يشفى، والكل يعني نيجي السنه الجايه يا رب كده ما نلاقيش ولا مريض في المستشفى يا رب العالمين. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يقدرنا يكون معاكم كل سنه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.